فتحت مكاتب التصويت أبوابها في اليمن هذا الصباح لتبدأ الانتخابات الرئاسية. هي الانتخابات الأولى منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الرئيس علي عبد الله صالح. هذا الأخير دعا أمس اليمنيين إلى التصويت لصالح المرشح التوافقي والوحيد عبد رب منصور هادي من أجل الانتقال السلمي والسلس للسلطة. وأدلى منصور هادي بصوته كما تشاهدون. لكن العنف ضرب من جديد أمس أحد مراكز الاقتراع الذي تعرض لانفجار في محافظة أبيان في جنوب البلاد، ولقي جندي حتفه في إطلاق نار قرب المركز.